زواج محترفنا ولاعب منتخبنا الوطني بغداد بونجاح ومع ملكة جمال العرب برانيا بن عيشوش. الخبر يعني تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي كثير، عمل ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. والخبر مؤكد؟ لا، خبر الخبر غير مؤكد إيمان. الخبر يعني قالوا عند صحفي ما عند مصادر يعني كان كنت حكيت مع نبيلة شباح وجرى أجمل تحية، قالت لي عملنا فاتحة على الضيق في مع العائلة فقط. قلت في انتظام إن شاء الله يرفع علينا الوباء وتعمل عرس كبير. إذا سكوب ديناه من عند لطفي عيشوني. مدتوا لي والدتها، نوجه لها أجمل وأحلى تحية، إن شاء الله بيتعامل إن شاء الله يا رب، وألف ألف ألف مبروك. بما أن الخبر تأكد أكيد نهنيوها وكل طاقم صباح الشروق يهني بغداد بنجاح وأيضا رانيا بن عيشوني. جسام وما خلانيش نطفي نكمل، هو الخبر مؤكد يعني كان ما كانش زواج، كان خطوبة. أنا كنت فاتحة كتير الفاتحة فوالا، لكثير من الناس تكلمت عنه زواج. الفاتحة هي زواج فوالا، الفاتحة هي قالوا باللي خطوبة والمصادر قالت باللي أنا خطوبة. نبارك لرانيا بن عيشوني. يعني راهي زوجته رسميا.